موسى. حمزة كيف حبيبي؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. جاهز اليوم؟ جاهزين نجرب أول صف جوجيتسو. يلا تمام؟ كيف تنس؟ كل شيء تمام؟ منيح الحمد لله. أنت تدربت كل شيء ضابط؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله تمام. كيف الجوجيتسو؟ تمام الحمد لله. المات هيها جاهزة عم تستناك عشان نجرب أول صف. هلا حمزة. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ فخم حبيبي حبيبي. شو بتعرف على التنس حمزة؟ لسه أول مرة بدي أجرب معك، لسه ما عمري مسكت المضرب. يلا خلينا نعرفك شوي على التنس. طيب هلا إحنا بجوتسو ما عندنا معدات كثيرة، بس عندك البنطلون معمول من قماش، عادة إحنا بنلبس باللون الأبيض بالبطولات، وجاكيت البدلة. طبعا القماش تبعها هو قطن بس أقوى من الماتيريال العادية عشان إحنا نسحب كثير من البدلة، فإذا بتمزق بسرعة ما بزبط، فدائما مقوي كثير بدك تلعب فيها ما بتخرب. والحزام، الحزام هلا بالبطولات عادة بلبسونا يا أحمر يا أزرق حسب وين القرعة بتحطنا، نفس البدلة بتكون بيضة. وبالتدريب عشان الترفيعات والأحزمة بلش بالحزام الأبيض اللي أنت رح تلبسه اليوم. بحدد مستواك؟ بحدد مستواك. أنت لأنك أول يوم حزامك أول يوم أبيض. هلا بعد فترة بتاخذ أول إشي الأبيض، بعدين الأزرق، بعدين البنفسجي، بعدين البني، بعدين توصل للحزام الأسود. وبنلعب علامات مصنوعة من السفنج بنوع خاص عشان لما نوقع عليها ما نتأذى. أنا أول خصم تبعي. حمزة بدي أشرح لك شوي عن أدوات التنس. عندك مضرب التنس، عندك الكرة وزنها بين 56 إلى 58 جرام، عندك الملعب طوله 23 متر، عرضه في السنجل 8 متر، في الدبلز في الزوجي 10 متر، عندك الشبكة طول ارتفاعها 91 سنتيمتر. تمام. واحنا بنلبس شورت وتي شيرت. شورت تي شيرت، عندك شوز اول بوت حسب الأرضية. تمام. يعني الأرضية عندك كلي كورت ملاعب ترابية، عندك الهارد كورت زي عنا في الأردن صلبة، وعندك الجراس الملاعب العشبية. والشوز بتختاره حسب طبيعة الملعب، يعني الكلي كورت ملاعب ترابية لها شوز معين عشان ما يزحلق، وبرضو الهارد والجراس ملاعب العشبية. نجرب؟ يلا يلا. طيب موسى هيك انت لابس جاهز، أمورك تمام؟ تمام. طيب هلا الجوتسو هي لعبة برازيلية بالأصل وجابوها على الأردن وبلشنا ندربها، فأنا راح أدربك زي ما دربت أول صف. تمام. هلأ الوقفة، أنا دائماً ما بوقف إجري تنتين جنب بعض عشان سهل حدا يوقعني، فدائماً بنقي إجر قدام إجر لورا، حط إجر قدام إجر لورا. أنت إيش تكتب اليمين مثلاً؟ أنت هي لازم تكون مرتاح. مرتاح؟ لا. تمام. إجرك هاي ما بصير تكون ورا، هاي لازم يكون عندك شوية سبيس وسع بين إجريك تنتين بالضبط، ما تكون شاد كثير على حالك عشان إذا بتشد كثير على حالك سهل أوقعك أو سهل أعمل لك إشي عشان بضرب فيك قوة. إذا بتكون شوي مرخي بالقدر المناسب تقدر تحكم بحركاتك أسهل. تمام. هلأ رح أعلمك أول صف اليوم إلك، تعلم كيف تسحب جارد. هو الجارد اللي بيفرق عن جوتسو عن الرياضات الثانية. إحنا بنقدر نهاجم وإحنا على ظهرنا، أغلب الرياضات حاول تكون من فوق زي الجودو والرسلينج وما إلى ذلك. تمام. فرح نبلش هون أنا وياك. أنا واقف قدام إجري هاي، أنت إجرك هاي، راح أمسكك واحدة هون واحدة على إيدك، أنت نفس إشي واحدة على القبة تبعتي واحدة على إيدي. تمام. هلأ بدي إجرك القدام تدعس على خصري. نفس الوقت بديك تنزل جنابي لهناك. تمام. تدعس على خصري وانزل جنابي وسكر علي القاعد. تمام. هلأ هون أنا صعب أتحرك، شايف كيف تمسكر علي؟ تمام. هلأ نتعلم كيف نعمل أول حركة إخضاع، يعني تخليني استسلم. تمام. شو راح تعمل؟ راح تمسك ايدي بايدك هاي ورا كوعي، بدك تسكر ايديك على بعض بالضبط. هاي واحد. هلا هون انا بقدر اسحب ايدي صح؟ فاحنا نقوي هاي المسكة كمان. فشو بعمل؟ بمسك ايدي الثانيه على نفس جهه الايد وبسكر كوعي. هلا صار اصعب بس لسه ممكن، اذا واحد تلعب مع واحد قوي ممكن يسحبها. فانا كيف بدي اسكرها بالمره تصير هاي الايد الك مش الي؟ بدك تحط اجرك هاي على خصري، تدعس على خصري، وهذا السبيس بدي يكون مسكر بالضبط. انا هون مستحيل اسحب ايدي. هلا انا شغلتين مع بعض، راسك راح يروح لهون، اجرك راح تروح لفوق بالضبط. خليها حط وزنك عليها لتحت بالضبط هون. هلا شوي شوي بدك تدفش راسي بايدك وتنشط شعري باجرك هون بالضبط. تمام. هلا ايدي صارت الك،
بس بدك تمسكها ترفع خصرك نزل ايدي شوي شوي عشان تعمل تاب والتاب انت غلبت المباراه استسلمت. بدنا نحكي يا حمزه اليوم شوي عن اساسيات التنس. عندك ضربتين، عندك الفور هاند وعندك الباك هاند. لما تكون واقف الفور هاند تخلي اجرك شمال قدام زي ما حكينا تطلع لقدام، هاي ضربه الفور هاند. ضربه الباك هاند تخلي اجرك اليمين قدام تركز على اللي ورا، تركز على الشمال تطلع لقدام. ضربه الفور هاند طلعت باليمين، ضربه الباك هاند طلعت بشمال. اوكي ضل عندك اخر شيء عندك الارسال. هذا بيفصل الملعب، هاي النص بدك ترسل ل هنا للجهه ديك تكون ورا، اذا دعست على الخط بتخسر الارسال. عندك ارسالين، ارسال اول ارسال ثاني، لازم تكون ورا الخط. مثلا هاي الخط بكون ورا الخط، اذا ضيعت الارسال اذا دعست الخط بيروح مني الارسال، بروح منك الارسال. تمام عندك ارسالين تكون ورا الخط، بعمل هيك لا خليها هيك، خلي ايدك مرتاحه براحه ايدك، وبالبدايه خلي زاويه 90 وارميها على الساعه واحدة اكنه الساعه قدامك هيك. وارميها لما تضربها بتضرب هون ولا بتضرب هناك راسا؟ لازم تحط راسا في البوكس العكسك. فبضرب هيك نعم، خدها من اعلى نقطه. تمام فمن هون لازم ينزل المضرب لورا بعدين تطلع تمام اعلى نقطه. تمام فانا هون هيك ضاعت طابي. التحدي تبعنا اليوم انك انت تحاول تثبتني. تمام يلا جاهز؟ طيب زي قبل شوي سلم. واحد بلش اثنين ونبلش يلا. واحد اثنين كويس. حمزة بدنا نعمل تحدي خفيف. تمام بعد ما أخذت الأساسيات بدك تضرب إرسال، نأخذ ضربة واحدة حركة واحدة. أخذنا فورهاند باك هاند وسيرف، نأخذ الإرسال بدك تضرب خمس إرسالات تجيب منهم اثنين. تمام جبت اثنين تكسب التحدي. طيب جاهز بس إرسال من ورا أكيد بعد الخط عشان ما ينحسب ورا الخط. اول شيء بتبلش اول ما بتبلش الارسال لازم تبلش من الجهه اليمين. تمام مباراه اي شيء البدايه من الجهه اليمين. تمام ولازم ترسل عكس ما انت واقف بالبوكس، العكس ما انت واقف هو نت ضايل لك اربعه. واحد اثنين هاي فزنا. انت مبدئيا كسبت التحدي. مبدئيا شو سهله هاي. ثلاث ما شاء الله بس الضربه مش صح ها يعني ماشي بس حاجة. المهم انك تجيبها جوا المربع. تمام هاي في القانون لما تضرب بالنت وتنزل تعاد. اوكي يعني ما يون مور تشانس. معك وان تشانس. بدنا طابي يا شباب. طابي يا شباب طابي. حبيبي لما خلصنا الصف هلا انا وموسى وعمل كثير منيح الصراحه. طبعا الرياضيين الاردنيين كلهم عندهم بيس قوي بالرياضه، بيتعلموا باي رياضه ثانيه بطريقه اسهل من ما اجيب شخص من الشارع. موسى كثير قوي عصبه كثير قوي فاجأني الصراحه، بس عمل كثير منيح. بس انا عندي معرفه اكثر وصار لي بدرب زمان فما قدر يثبتني هاي المره، بس بضله وراها ضرب الجيتسو ممكن يجي يوم وتكون قد ما شاء الله عليك حبيبي. الله يوفقك. شكرا ان شاء الله نشوفك ان شاء الله يكون عجبك الصف منيح ما شاء الله. تمام يلا اول صف هذا اذا بدك لقدام انا جاهز ما شاء الله عليك، حتى طريقته سلسه
وما شاء الله عليك كابتن حبيبي. حمزة كأول حصة ما شاء الله عليه تعلم بسرعة، أعطيته تحدي كان سهل شوي، والله ما توقعت إنه يجيب التحدي، لأنه شفت لما لعبت بالإرسال كان صعب كثير، كان صعب، بس والله أنت أستاذ شاطر وضبطت معي، بس ما شاء الله عليك حظي متدين هذا السوق لقطها بسرعة ما شاء الله عليك. خلاص تمام، وبتمنى لك التوفيق يا حمزة. حبيبي شكرا، بتمنى التوفيق لكل لاعبين المنتخب.